النهارده دول العالم ايضا بتحتفي باليوم العالمي لمكافحه اساءه استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع فيها، واللي بيوافق يوم 26 يونيو من كل عام. السنه دي الشعار الخاص بالاحتفاليه هو الاشخاص اولا، وده الهدف منه النهي عن الوصم او التمييز أو الوقاية من المخدرات، وده من أجل تعزيز العمل والتعاون في تحقيق عالم خالي من تعاطي المخدرات. التقارير الصادرة من الأمم المتحدة بتقول إنه نسبة المتعاطين في العالم بتزيد، زادت تقريبا خلال 10 سنين اللي فاتت بنسبة 23%، يعني زادت من 240 مليون متعاطي في العالم إلى 296 مليون شخص بيتعاطى. في مصر صندوق مكافحة المخدرات قال إنه نسبة الإدمان 2.3%، وده كان آخر إحصاء في عام 2022. الهدف من اليوم ده، هذا اليوم العالمي، مش بس فكرة التوعية ضد المخدرات أو مكافحة تعاطي المخدرات، لكن كمان التوعية من فكرة إزاي نتعامل مع المتعاطي اللي عايز يخرج بره هذه التجربة، ازاي ندعمه، ازاي نشجعه، ازاي ما يبقاش موصوم طول حياته بانه ده كان بيتعاطى مخدرات، لانه في الاخر الادمان ده مرض. مرض زي اي مرض في الدنيا، مفروض ان احنا نكافح ونساعد الاشخاص ان هم يطلعوا بره دائرة الادمان ونبعد عنهم هذه الوصمة. خلينا نسمع من تجربة، هو كان معانا قبل كده على الهواء، يمكن ما اتكلمناش بشكل يعني كتير على هذه الفكرة، لكن خلينا نسمعها منه دلوقتي، وخاصة ان هو من المتعافين من الادمان. معانا على الهواء الاستاذ احمد يحيى من المتعافين وصانع محتوى كمان بيقدم مجموعة من النصايح الخاصة باي حد عايز يخرج بره هذه الدائرة. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. خلينا نتكلم الـ الناس الأول اللي ممكن تبقى دخلت الإدمان سواء بإرادة أو بدون إرادة وعايزة تخرج بره هذه الدائرة، وحضرتك يعني خير من يتكلم في هذه القصة لأن أنت عشت هذه التجربة، تقول لهم إيه؟ أنا حابب أقول بس إن المخدرات دي عبارة عن إيه في الأول وفي الآخر؟ عبارة عن سم. دي بتدمر الجهاز العصبي، بتدمر المخ، بتدمر الجسم عامة، بتدمر حياة البني آدم، بتخليه عايش في ساقية، عايش عشان خاطر يشرب المخدرات ويجيب مخدرات عشان من غيرها مش هيعرف يعيش. فبيفقد حريته، بيفقد صحته، بيفقد عقله. فالمخدرات آخرها موت أو حبس أو سجن. وحاجة كمان، إن المدمن النهاردة قبل ما بيأذي نفسه بيأذي أقرب الناس ليه، لان هو لما بيجي بيتخانق على فلوس وبيجي يتخانق عشان خاطر سهران او راجع شارب مخدرات واهله خدوا بالهم منه، ايه اللي بيحصل؟ الاهل كمان بيتأذوا، الاهل بقى، الاقارب، الاصدقاء، الصحاب، الاخوات، لو كان في زوجة. تخيلي بقى ان في حد بيتعاطى المخدرات يكون عنده اولاد، الاولاد دي هتطلع لما تكبر هيبقى شكلها عامل ازاي؟ بس فالسكة دي اخرها موت. ده اللي انا لازم اقوله وبفضل اقوله وهفضل اقوله. طيب يعني لو قلنا ان احنا نسمع سريعا، يعني عارفة ان تجربتك وحكايتك يعني طويلة جدا وممتدة وممكن نقعد نتكلم فيها ايام، لكن لو عايزين نقولها بشكل مختصر، ازاي الاستاذ احمد دخل في سكة الادمان وازاي قدر ياخد قرار انه يخرج ودلوقتي متعافي وبالعكس بيساعد كمان الناس اللي محتاجة مساعدة؟ الحمد لله. مبدئيا انا دخلت في المخدرات زي اي شاب في سن المراهقة، حابب ان هو يتبسط وحابب يجرب اسهل الطرق واسرع الطرق عشان يشرب مخدرات عشان يتبسط، انا اسف. فاسهل الطرق واسرع الطرق طبعا حد قال لنا الحشيش او ايا كان نوع المخدر ده بيبسط، ده احنا هنعمل دماغ حلوة، ده احنا هنضحك، ده احنا هنبقى طايرين. فبالتالي طبعا احنا جربنا، رحنا نجرب سهله وسريعه ومفيش اي حاجه فيها مشكله. فلما جربنا اتبسطنا فعلا. المخدرات او الـ الشخص اللي عنده استعداد ان هو يشرب مخدرات او يبقى مدمن بيبقى نفسه يتبسط على طول. مش شرط يبقى مدمن مخدرات، هو ممكن يكون مدمن حاجه تانيه، بس هو بيدور دايما على ان هو يتبسط بسرعه وبكتير ويفضل مبسوط على طول بناء عن
حبة مشاكل ايا كانت، تربية فيها مشكلة، الاهل مثلا كانوا جداد، الاهل كان سايبين له الدنيا على البحر، بيهيئوا له ان هو ليه الحرية والصلاحية ان هو يعمل اي حاجة. في اهالي من كتر حبها في عيالها بيبقوا موفرين لهم وعايزينهم يعملوا اي حاجة ومعاهم حتى في الغلط قبل الصح. فدخلنا في المخدرات. المخدرات على مدار السنين بتتملك من الواحد، يعني في الاول بتبقى بتضحك بتتبسط شوية، كمان بتضحك شوية، كمان تيجي تبطلها عشان ما فيش فلوس، ما تقدرش. تلاقي نفسك تعبان مش عارف تنام، تلاقي في صداع، تلاقي في ألم جسدية، تلاقي في خنقة، مش عارف تتعامل مع الحياة، مش عارف تتعامل مع البني آدمين، فبالتالي بتقوم راجع تاني تشرب مخدرات. خلاص هنا انت اتحصرت بقى في حتة الحياة بالمخدرات، وبالتالي عشان خاطر تعيش لازم يبقى معاك مخدرات، وعشان خاطر تشرب مخدرات هتعمل اي حوار في الدنيا. عشان من تجيب هنا فلوس. بقى المشاكل والخسائر فلوس طبعا، انت فلوس ومشاكل ومصايب واذى وسرقه بقى، اللي بيسرق من اهله، اللي بيسرق من طيب الشارع. في امتى شباب قررت او حسيت بنت انك ناس لازم جدا تطلع بره هذه الدايره وخلاص بقى، يعني انا عايزه اتعالج؟ وانا عارفه انه القرار صعب جدا، حتى لو انت عايز بتبقى مش قادر، بس يعني امتى قلت خلاص يعني؟ اقول لحضرتك على حاجة، انا كنت عايز ابطل مخدرات لاني خسرت كل حاجة، لان هي اثرت على شغلي. كنت خاطب في الفترة اللي انا كنت بشرب فيها مخدرات، وبناء عليه ما عملتش او وفيت باي حاجة من الالتزامات اللي انا كنت قايل ان انا هلتزم بيها، فطبعا فقدت شغلي، فقدت الخطوبة، فقدت طبعا علاقتي باهلي، طبعا اي حاجة قدامي كنت بسرقها، فطبعا علاقتي بيهم بقت كانت وحشة جدا، وخناق وزعيق طبعا، وفي الشارع احساسي ايه اللي انا بعمله ده، بس انا في نفس الوقت مش عارف ابطل. عملت ايه يعني عشان انا هو في ده نفس المفيد الوقت، هي بالنسبة لأي المشكلة حد ممكن يبقى بيسمعنا وعايز يعمل زيك؟ يعني هو حاسس انه ده مستحيل، مفيش بقى انا تبطيل وكده، لكن اهو في نموذج موجود وقدر يخرج بره الجحيم ده وبقى بني آدم طبيعي وبني آدم عادي، يعمل ايه؟ هي الصراحة مش أنا اللي عملت، لأني حاولت كتير يعني مرارا وتكرارا زي ما بيقولوا، مين ورحت ساعدك؟ لدكاترة وخدت دواء وقعدت في البيت، ووالدتي كلمت مكان زي اللي احنا عاملينه مكان علاجي، وبعتوا فريق تمريض خدني من البيت، لأن أنا كنت رافض فكرة دخول مكان علاجي، لأن هي فكرة هروح فين؟ هقعد فين؟ هقعد مع مين؟ وليه اقعد 6 شهور؟ والخوف من كل الحاجات دي طبعا خلاني رافض الفكرة. بس في الاخر طلعت هي الوحيده اللي جابت نتيجه، والنهارده هو انا مبطل 9 سنين ونص. حد ساعدني، حد ساعدني ان انا اخد القرار. انا نفسي ابطل وحياتي اتبهدلت، بس انا مش عارف اعملها ازاي، وتفكيري غلط في ايا كانت الطريقه اللي يعني ايا هتهيئها كان لي حد، اي حد دماغي لا عشان قدر الله ابطل في بيها. الحاله دي هو محتاج مساعده، لان هو لوحده استحاله هيعرف ياخد القرار ده، لازم محتاج الواحد مش مساعده، هيقدر. ومساعده من ناس بالظبط. بتحبه ومن ناس بتدعمه. خدت وقت قد ايه يعني بعد ما والدتك ساعدتك ان انت تدخل مكان علاجي، وقت قد ايه لغايه ما بدات شويه ترجع بني ادم طبيعي او تستعيد حياتك؟ مبدئيا هو يعني انا هي فترة العلاج بتبقى من 6 شهور ل 8 شهور. طبعا بعيدا عن فترة العلاج انت بتبتدي بقى على ارض الواقع، يعني في حاجات احنا بنقول للناس ما تعملهاش، بس طبعا يعني كل واحد مقتنع بتفكيره، كل واحد بيصدق في دماغه انا هعمل اي حاجة بس مش هشرب مخدرات. فوقت طويل جدا خدته عشان خاطر افهم الكلام الصح، وان الغلط مفيش منه مبرر او ملهوش نتيجة تانية غير ان انت هتدفع فاتورة. خدت بتاع 3 4 سنين عشان ابتدي. انا ما بشربش مخدرات، بس ان انا ابقى بني ادم متعافي ترجع تاني وسلوكياتي ودمك اتغيرت وجسمك وطريقة تفكيري وأعصابك اتغيرت. وجهاز العصبي ونفسيا، وترجع تاني تتأقلم وتعيش حياتك الجسدي من بعد غير ست ما شهور يكون في بعد تأثير 8 لأي شهور مخدر. بالكتير. أنا طبعا بشكرك شكرا بعد ست جزيلا. شهور 8 شهور خلاص انت حر. شكرا الأستاذ أحمد يحيى من المتعافين من الإدمان، وكان ليه يعني قصة، وكان مهم جدا إن هو يطلع يحكيها بالتفصيل، أو على قد ما قدرنا بالتفصيل، إنه فكرة إنه لأ مش شرط إن أنت ممكن تقعد سنة واتنين وتلاتة وعشرة في الجحيم الخاص بعالم الإدمان، لأ تقدر ترجع وتقدر تبطل الإدمان وتقدر إن أنت ترجع بني آدم طبيعي زي ما سمعنا، بمساعدة الأهل وكمان ما يكون في